ما نصيحتكم للفرق المخالفة الذين يبغضون أهل السنة والجماعة؟ وما هي الفرقة الناجية؟ وما حكم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفرقة الناجية بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة، هذه هي الفرقة الناجية. وأما بغض أهل السنة والجماعة أو بغض الصحابة، هذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يبغض أهل السنة والجماعة إلا منافق. الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح، في آخر سورة الفتح، قال: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق. معلوم النفاق والعياذ بالله.